صباح الخير مرة تانية، أهلا بكم معنا في استكمال فقرات صباحنا المصري. طبعا يمكن الأيام اللي فاتت ولغاية دلوقتي شايفين ما يسمى بالموجة المتطرفة، يعني الموجة الغريبة الشديدة الخطورة، يعني اللي ما شفناهاش من حوالي 6 سنوات، من يمكن من عام 2015 بالتحديد. ارتفاع في درجة الحرارة، فيضانات، مخاطر كبيرة جدا تصيب ممتلكات ومنازل، وخاصة في الدول الأوروبية، وده بيأتي بعد جائحة كورونا اللي سببت الكثير من المخاطر. معنا نتكلم على ليه درجة الحرارة مرتفعة، وأيضا إيه أسباب التغيرات المناخية وما يسمى بالاحتباس الحراري، وكيف يمكن الحد من هذه المخاطر. معنا في هذه الفقرة من صباحنا مصري أستاذ الإعلام البيئي الدكتور يوسف محمد. صباح الخير دكتور. طبعا نتكلم على درجة الحرارة والمخاطر وفيضانات وزوابع في كل مكان، ده بياخدنا الموضوع التغيرات المناخية. يعني ايه معنى تغيرات مناخية؟ صباح الخير على حضرتك الاول وعلى السادة المشاهدين، واسمح لي في البداية اوجه التهنئة لطلاب الثانوية العامة بنجاحهم وتفوقهم. وندخل في موضوعنا، يعني ايه التغيرات المناخية؟ هو احنا مش حديث العهد بموضوع التغيرات المناخية، بنسمعها في السنوات الماضية بصفة مستمرة وعايشينها مع ارتفاع درجات الحرارة. تغير مناخي يعني في تغير جذري في درجات الحرارة، سواء كان ارتفاع او انخفاض، ولكن احنا بنعيش ارتفاع في السنوات الماضيه، ارتفاع شديد بيأثر على الظروف الطبيعيه والظروف الجويه والمناخيه لفترات طويله. ده اللي بنسميه التغير المناخي. ولما نقول تغير مناخي يعني انا كنت عايش فتره مناخيه مستقره وحصل تغير جذري، طفرة زي ما حضرتك بتقول، موجة متطرفة. يعني حصل تطرف في درجات الحرارة، والتطرف دوت حصل بارتفاع شديد عن معدلاتها الطبيعية نظرا لظروف مناخية وتغيرات مناخية وإحداث تغيير في المنظومة الجوية كلها. ده كله بيبقى متطرف دلوقتي زي الإرهاب المتطرف. ده بيسبب خطورة. طب لكن يعني لما نسمع برضه تغيرات مناخية نتيجة لوجود مثلا احتباس حراري، يعني ايه احتباس حراري برضه؟ طيب خلينا نفرق بين حاجتين اتنين، الاحتباس الحراري وشدة الاحتباس الحراري. احنا طبيعي في طبقات الغلاف الجوي عندنا احتباس حراري، لأن لازم يكون الأرض أو طبقات الغلاف الجوي بتحتفظ بجزء من حرارة الشمس عشان يحدث توازن في الكرة الأرضية. لو ما عندناش الاحتباس الحراري اللي في معدله الطبيعي، تمام، مش هنحس بدفء، مش هنحس بأشعة الشمس الدفيئة، هيحصل انصهار للمياه، هيحصل تجمد للمياه لو هي قلت عن المعدلات الطبيعية. طيب ده الاحتباس الحراري اللي هو الطبيعي اللي موجود في طبقات الجو العليا. امتى اقول ان الاحتباس الحراري دوت خرج عن معدله الطبيعي؟ لما يزداد الانحباس الحراري. والانحباس الحراري او الاحتباس الحراري ده بيزداد ايه؟ نتيجه انتشار الغازات الدفيئه. او زي غاز الميثان او الاكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون، والحاجات دي تخرج عن المعدلات الطبيعيه وتنتشر بكثافه. يبقى عندنا احتباس حراري هو المعدل الطبيعي لوجود غازات دفيئه بتحافظ على الدفء داخل الكره الارضيه. ازداد الاحتباس الحراري يعني ارتفاع في درجات الحراره. يعني طب ليه يعني ممكن درجات حراره تسبب حرائق في الغابات مثلا؟ تمام، لكن ليه بتسبب فيضانات؟ بسبب الفيضانات، لان انت عندك دلوقتي حضرتك لما زاد الانحباس الحراري زادت درجه الحراره، ذوبان الجليد ادى الى انصهار المياه. تمام، زادت المياه عن معدلاتها الطبيعيه، زادت في مجاري البحار والمحيطات عن معدلاتها الطبيعيه، في الانهار عن معدلاتها الطبيعيه، بتؤدي الى ده فيضانات. ده بسبب ذوبان الجليد. طيب ليه بيؤدي الى حرائق؟ درجة الحرارة لما ترتفع عن معدلاتها الطبيعية، أول حرائق بتحدث في الغابات، الأشجار مكونة من الخشب بيتفاعل مع درجة الحرارة، بيسخن، بيؤدي بيتحرق لوحده، بيتحرق لوحده دون أي تدخل بشري، دون أي تدخل بشري، كده حصل حرائق. طب والحرائق بطبيعتها بتزود درجة الحرارة مرة أخرى، فبتستمر عملية الإيه؟ الحرائق. يبقى درجة الحرارة عالية عملت حرق للغابات، الحرائق ديت بطبيعتها بتزود درجة الحرارة مرة أخرى، فبتستمر الحرائق لأيام وشهور. طيب هنا الحاجات دي كلها إيه السبب؟ هل الإنسان هو السبب ولا بتبقى عوامل طبيعية؟ شيء طبيعي. خلينا بس نأكد على حاجة كمان، إن الإنسان هو السبب في كل الكوارث الطبيعية. تمام، من أول الثورة الصناعية والتطور الصناعي اللي حصل في أوروبا، بدأنا ناخد نلاقي فيه انحدار في الحفاظ على البيئة، في انحدار في الحفاظ على الطبيعة، في مقدرات الثروات الطبيعية، في استنزاف الثروات الطبيعية، زاد التلوث الهواء بشكل مزعج. بقينا نجري دلوقتي وندور على حاجة اسمها الأمن المناخي. يعني إيه الأمن المناخي؟ يعني الحفاظ على المناخ بما يحافظ على الطبيعة، بما يحافظ على البشرية. الثروة الصناعية وانتشار المصانع على مستوى العالم
في كافة القطاعات الصناعية زود من خروج أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، غاز الميثان، تمام، سواء كان ثروة صناعية يعني الناتج عن النشاط الصناعي أو غاز الميثان الناتج عن النشاط الزراعي والحيواني. في غاز الميثان بينتج من النشاط الزراعي والحيواني، ده أدى إلى ازدياد درجة الحرارة على كافة المستويات سواء كانت صناعية زراعية والعامل الأساسي العامل البشري. وانت بقى بريد بقى دكتور يوسف بين معادلة صعبة، انك انت عايز تعمل ثورة صناعية في حضرتك، عايز تعمل مصانع وبالتالي شغل عمال تبقى في منتجات، وده بيسبب خطورة على البيئة. ما انت بريد بين شقي راحة في هذه النقطة. وخلينا نقول ان المقام الاول هو الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الطبيعة عشان نقدر يعني نستمر كبشرية، ويبقى في معادلة ازاي ان احنا نخلي التوجه الصناعي بما يحافظ على البيئة. طب هنا يعني نتكلم على المؤتمرات اللي تمت، يعني زي مثلا مؤتمر باريس واشهرهم مؤتمر باريس للمناخ اللي كان مصر ليها دور فعال فيه. هل المؤتمرات دي ما ناقشتش مثل هذه الظواهر؟ يعني 2015 مؤتمر باريس مثلا ناقش هذه الظاهرة وخطورة ان يبقى فيه تغيرات واحتباس حراري الفترة دي؟ خلينا نقول لحضرتك ان مؤتمر باريس كان هو بداية التحذير، وان نقول ان في خط احمر، تمام، وبعض الدول التزمت بالمعايير والاتفاقيات اللي تم التوصية عليها. من ضمن الاتفاقيات ان درجة حرارة الكرة الارضية المعدل الطبيعي بتاعها 14 درجة مئوية. كان من ضمن التوصيات هو المحاولة لتخفيض هذه الدرجة، ان هي زادت وصلت 15 وداخل على 16، ازاي نقلل درجة الحرارة ديت بمقدار 1.5 او 2. طيب في دول مشيت على التوصيات ديت، وبدأنا من 2015 الى ان جه الرئيس ترامب وخرج من الاتفاقية، وبعض الأطراف الدول تصارعت وخرجت من الاتفاقية. جه الرئيس بايدن وفي مؤتمر في اسكتلندا في شهر 11، نأمل بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أن كل الأطراف ترجع على ترابيزة المفاوضات، أن يكون في تقليل للانبعاثات الحرارية، تقليل الغازات الدفيئة، تقليل للصناعات اللي بتعتمد على الوقود والوقود الحفري بصفة أخص، بسم الله حفوري ده بالضبط كده، عشان أقلل من الانبعاثات الغازات وارتفاع درجات الحرارة ونرجع للطاقة المتجددة اللي هي الأمل في حل هذه المشكلة. طب هل خروج الدول الكبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية بعد ترامب ده نتيجة لأنهم يعني هم أسباب المشكلة في أنهم يعني عندهم ثورة صناعية كبيرة جدا ومش عايزين يلتزموا بالمعايير اللي بتقوم بها أو بتعمل على وجود بنود للحد من مخاطر مثل هذه الثورات الصناعية؟ الدول الصناعية الكبرى هي أساس المشكلة، بدليل أن الدول الصناعية الكبرى عندها اكتفاء من المصانع والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مما أدى لارتفاع نسبة ومقياس التلوث عندهم في الدول ديت. فبدأ يلجأ ان هو يقيم مصانع بديله في الدول الناميه اللي ما عندهاش مصانع ونسبه التلوث عندها اقل، بس للاسف انت ضررت نفسك وبدات تضر الدول الناميه اللي ما عندهاش الميزانيه الكافيه ان هي تحمي نفسها. بتستغل الدول الفقيره. بتستغل الدول الفقيره، انا بدل ما هعمل مصنع في امريكا اللي هو مقياس التلوث عندي ارتفع، لا انا هروح اعمل مصانع في الدول الناميه مقياس التلوث عندها اقل بطبيعه الحال لان ما عندهاش انشطه اقتصاديه ولا صناعيه بسبب عدم مقدرتها الماليه، وده بيؤدي الى ارتفاع التلوث عندها، هتبدا تشعر بارتفاع درجات الحراره. مصر عمرنا ما كنا بنشعر بدرجات الحراره، مظبوط، درجات الحراره العاليه دي ما كناش بنشعر فيها بيها. دول ناميه كتير، دول في افريقيا، ارتفاع درجات الحراره بالشكل اللي هو غير الطبيعي، ده بسبب ان الدول الصناعيه الكبرى زي امريكا بدات تستغل الدول الناميه في اقامه انشطه اقتصاديه وصناعيه بدأت تأثر عليها، تأثر وتلوث، وبدأنا نشوف أنهار بسبب ارتفاع درجة الحرارة بدأت تجف. وده يمكن ده يعني الدول الفقيرة على فكرة بتبتلع الطعم بدعوى أن هيبقى عندهم مصنع طبعا كبير وهيوفر فرص عمل وهيبقى في منتجات، ما يعرفوش المغزى أو يعني الهدف الأساسي منه. بالظبط، زي ما كنا في دول كانت بتكون بدفن النفايات النووية في صحراء دي الخطورة وصحراء المغرب، دي خطورة، ما النفايات ديت برضه بتأثر على ارتفاع درجة الحرارة. صحيح، وكمان بالإضافة لكده زي ما قلنا في فيضانات في جفاف. الجفاف يعني ناتج، هو مش كمان الجفاف في الأنهار، حضرتك التغير المناخي دوت بيأثر على البيئة الزراعية، بيأثر على المحاصيل، أنا عندي بعض المحاصيل بتتطلب درجة حرارة معينة، طب زادت درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي بما لا يتناسب مع درجة الحرارة المناسبة لنمو هذا المحصول أنا مش هلاقيه. تمام، ويقال إن محصول المانجا السنة دي بسبب ارتفاع درجة الحرارة. اللي حصل له مفيش مانجا بالشكل الطبيعي أو بالشكل المنتشر اللي كنا بنشوفه، ده بسبب ارتفاع درجة الحرارة. اللي حصل تفحم أعتقد في بالظبط. حضرتك لما بنروح اسكندرية أو بعض الشواطئ بنلاقي في على بين الشاطئ وبين المية في حجارة 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 حجارة، هدف الحجارة دي إيه؟ تمام، هو التقليل من تآكل الشواطئ. تمام، طب ليه بنقول في تآكل شواطئ؟
لان بسبب التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره وذوبان الجليد وارتفاع مستويات منسوب البحر، زاد من المياه بتبدا تهجم على الشواطئ بتاكلها فينحصر الشاطئ. لولا الجهود اللي بتقوم بيها هيئه حمايه الشواطئ ووزاره الرعايه والتموين بالحجاره وغيره، بتبعد الشاطئ بالحجاره، تبقى مصدات ليها ان هي تحافظ على الشواطئ. ده اللي اسمه النحر بالظبط. فنبدا نرجع ونقول ايه، ان مشكله التغيرات المناخيه هي ليست مشكله محليه زي ما كانت كورونا مشكله محليه ولا مشكله اقليميه، هي مشكله عالميه كارثيه تدق ناقوس الخطر على دول العالم باكمله المتقدمه والناميه، وتزداد وتقل الخطوره طبقا لامكانيات كل دوله في امكانيه التكيف مع التغيرات المناخيه. وانا دكتور ياسر برضو انت بتكلم على نقطه يعني دفن النفايات النوويه او الصناعيه، مش النوويه يعني الصناعيه نقول، وخطورتها ده ممكن يأثر على التربة وبالتالي يأثر على الزراعات. ده حقيقي. وانت بتلاقي هنا الزراعات بقى فيها معادن ثقيلة. صحيح. وبالتالي بيأثر على صحة الإنسان والحيوان. مظبوط. المخلفات اللي بتنتج عن الزراعة والحيوان نفسه ما بينتج عنها ميثان، الميثان دوت بيؤدي لارتفاع درجة الحرارة. يعني المخلفات الحيوانية نفسها اللي هي الطبيعية ديت بيطلع عنها ميثان، فما بال حضرتك من المخلفات اللي بتطلع من الصناعة اللي هي كيميائية أو بيولوجية، فبالتالي بتأثر أكتر على درجة الحرارة. طب هنا بقى حضرتك يعني لما بتكلم على يعني البنود اللي بتبقى في مثل المؤتمرات اللي قلنا عليها، مؤتمر في باريس ومؤتمر اسكتلندا اللي هينعقد، مؤتمر اسكتلندا في نوفمبر، طيب مؤتمر يعني الدولي، مش مجرمة للدول يعني الكبيرة ولا الدول الكبيرة دي تبقى فوق القانون؟ يعني مهما تقول في بنود ملزمه ليهم في حمايه البيئه هم بيتجاوزوا هذه البنود ومن اجل مصلحتهم طبعا الشخصيه. المصلحه الصناعيه والثورات الصناعيه اللي بينتجوها عندهم اهم من البيئه والطبيعه، ولكن وعندهم فلوس برضه، وعندهم فلوس هو يهدد مثلا انه هيخرج من منظمه المناخ مثلا او منظمه البيئه، وانه ما يدفعش حصته في الاموال، فبالتالي الدول كلها تستجدي مره اخرى انه يرجع حتى لو كان يعني بيكسر القواعد والقوانين. حضرتك الامين العام للامم المتحده بيدعو هذه المره وباصرار على ضروره تكاتف الدول المتقدمه في دفع مبالغ ماليه للدول الناميه كتعويض وللخروج من ازمه التغيرات المناخيه وتاثيراتها السلبيه على الدول دي، وازاي ان انا اكون عندي اجراءات التكيف مع التغيرات المناخيه. خلاص التغيرات المناخيه بقى امر واقع، ازاي ان انا اقلل درجه الحراره بما يقلل التغير المناخي بما يجعلني قادر على التكيف مع هذه التغيرات. وأكد لحضرتك أن الرجوع إلى استخدام الطاقة المتجددة هو حماية للطبيعة والبيئة. ما هو يقول لك في نفس الوقت يا دكتور يوسف الطاقة المتجددة بتبقى مكلفة، فهنا بقى يعني هنا بنبقى في معضلة، يعني ممكن دول فقيرة أو نامية ما تقدرش على تكلفة الطاقة المتجددة. أرد على حضرتك وأقول أن تكلفة الطاقة المتجددة أقل من تكلفة مكافحة المخاطر اللي جاية من التغيرات المناخية. يعني اقتصاديا الطاقة المتجددة دولة زي مصر فيها الشمس، كويس هستغل الشمس. عندنا احنا محطة طاقة شمسية بنبان في أسوان، محطة بنيان في أسوان أكبر محطة في الشرق الأوسط، تمام. أنا المحطة دي في دول بتستخدم طاقة الرياح، وفي دول بتستخدم طاقة الرياح، كويس. أنا دلوقتي الطاقة دي التكلفة بتاعتها أقل من تكلفة موجة المخاطر. أنا لما بيحصل عندي جفاف لنهر، لما يحصل عندي إن محاصيل سنوية ما بلاقيهاش، وده بيأثر على الأمن الغذائي وبالتالي بيأثر على الأمن القومي، يبقى المشكلة أصبحت مرتبطة مش اقتصادية فقط ولا بيئية فقط، ولكن مرتبطة أمنيا. أنا مش لاقي الأكل بسبب أن المحاصيل مش موجودة، يبقى ده أمن غذائي، يبقى أثر على الأمن القومي. نهر النيل، مش نهر النيل، أي نهر تمام حصل له جفاف، يبقى فين الامن المائي بتاعي؟ وبالتالي اثر على الامن القومي، وبياثر على الزراعه، وبياثر على الحياه البشريه، وبياثر على الحياه الصناعيه. فالمخاطر والكوارث والخسائر الاقتصاديه اكتر بكتير من ان انا استخدم الطاقه المتجدده او تكلفتها. لو جينا حسبنا ده اقتصاديا وده اقتصاديا، لا في فرق شاسع جدا طبعا. عشان كده يمكن في بعض الدول بتعاني بما يسمى بالتصحر حقيقي، لما تلاقي انت عندك برضو قله في الزراعات وعدم نمو الزراعات ومخاطر بتؤثر طبعا، بتتاثر من خلال هذه الثوره الصناعيه او الملوثات، طبعا ما بقاش في مزرعات فبالتالي بيؤدي للتصحر. بالظبط. قله الزراعه، سرعه الرياح، انتقال الرمال من منطقه صحراويه الى منطقه زراعيه،
قضى على الرقعه الزراعيه اللي موجوده، فبالتالي ما عنديش المحاصيل الكافيه، ودي الدول الناميه بتعاني منه. عشان كده باكد تاني زي ما الرئيس في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده سنويا بياكد على اهميه التغيرات المناخيه ومكافحتها واليات التكيف معها، لان هي مشكله ليست محليه ولا اقليميه ولكنها مشكله كونيه العالم كله بيتاثر بيها زي ما تاثرنا بكورونا. طب هنا لما بنتكلم على يعني احنا مثلا بنتكلم حضرتك دلوقتي واحنا جايبين برضو في الناحيه الثانيه صور للحرائق والفيضانات اللي بتاعت اوروبا، طب الحاجات دي ازاي اثرت علينا احنا يعني كشرق اوسط او في مصر مثلا وادت لارتفاع الحراره؟ ايه السبب يعني؟ هل يعني موجه الحراره جات لنا من الدول الاوروبيه؟ لان الغلاف الجوي مفتوح اثرت علينا. الغلاف الجوي مفتوح مفتوح على العالم كله وليس مغلق على دوله او غيرها، تمام؟ فعشان كده يعني هذه الدول تتاثر واحنا بنتاثر، واحنا بنتاثر مع بعد المسافات، حتى مع بعد المسافات. ما هو الغلاف الجوي ده منتقل، الرياح منتقله، درجه الحراره بيقول لك موجه حاره قادمه من اتجاه الشمال الشرقي. الموجه ده مره نسمع مثلا موجه حاره جايه، يكون نسمع مثلا جايه من الهند، تمام، ولا جايه من تركيا المره دي بالظبط. ليه ارتفاع؟ ما هو الحرائق عملت ايه؟ في حرائق مستمره، تركيا عندها حرائق كتير السنه دي، تركيا وجنوب اوروبا في حرائق، تمام. طب ده الحرائق ديت عملت ارتفاع في درجه الحراره، درجه الحراره دي بتتنقل ما بتثبتش مع الـ مع الـ مع الرياح. بيقول لك ايه؟ موجه رياح حاره قادمه من تركيا، قادمه من الهند زي ما حضرتك بتقول. ما فيش ثبات في الغلاف الجوي، ما فيش ثبات في الظواهر الجويه. العالم اصبح خلاص، العالم اصبح هو كوره صغيره مش كبيره زي ما احنا متخيلين. واكتر حاجه بنتاثر بيها الغلاف الجوي. في نقطه عايز اضيفها لحضرتك، ان التغيرات المناخيه كمان ليست لها ضرر على الناحيه الاقتصاديه فقط ولا الناحيه البيئيه ولا الامن القومي، لها مرتبطه بالصحه. ارتفاع درجه الحراره ممكن يأثر على التوازن الأيكولوجي والبيولوجي، تبدأ تظهر عندي نوع من الحشرات والقوارض، تمام، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة تزيد عن معدلاتها الطبيعية اللي بيحصل فيها توازن، تبدأ يظهر لي مجموعة من الأمراض نتيجة القوارض. أنا في مصر ما عنديش ملاريا، موجودة في أفريقيا، مظبوط. طب انتشار القوارض بينقلك أمراض جديدة، بتنقل أمراض جديدة، انتشار حيوانات عن معدلاتها الطبيعية، ويبقى في عدم توازن في نوع اخر من الحيوانات، يبقى يعني ممكن في حيوانات تموت، ممكن تكون الحيوانات دي او الطيور مفيده للبيئه. بالظبط، يعني التوازن بين نسبه الحيوانات والطيور والقوارض وبشكل بيختل بيختل، وبالتالي بيظهر عن بعض الامراض نتيجه الاختلال ده. في نوع من القوارض بياكل نوع معين او بيتغذى على نوع معين، النوع ده مش موجود، يبقى ده هيقل، يبقى عدد امراض معينه هتزيد والعكس. شو بيعمل يعني اختلال في التوازن البيئي؟ في التوازن البيئي والتوازن الايكولوجي. يعني المشكله مش مشكله ميه وبس، مش مشكله غذاء وبس، مش مشكله بيئه وبس، ده مشكله كمان صحه. فالتغيرات المناخيه كارثيه على كافه القطاعات. يعني ارتفاع درجات الحراره المختلفه في دول العالم وخاصه في دول الشرق الاوسط يعني نتيجه زي ما قلنا التاثر بالدول الاوروبيه، اول مره نسمع عن وجود امطار صناعيه يا دكتور. عشان تخاف من درجه الحراره. الامارات الاسبوع اللي فات عملت امطار صناعيه بخلال وسائل علميه متقدمه ومجموعه من العلماء المتخصصين في هذا المجال عشان يخفف من درجه الحراره، وده اكثر ايه؟ تكلفه. انت عشان تعمل مطر صناعي ده مكلف جدا. بيبقى زي المطر عادي؟ مكلف جدا يعني في كثافته مثلا بالظبط، انت بتتحكم في كثافته وقوته وشدته واتجاهه، بس ايه؟ كلها وسائل صناعيه. انت لجأت لها ليه؟ لانك انت اصبحت الوسائل الطبيعيه فيها خلل مش موجودة. انت بتتجه لوسائل صناعية. انت بتتجه لوسائل كلها صناعية. كلها تكلفة أكتر. وتكلفة أكتر. إحنا من أسبوع أو أسبوعين قال لك موجة حارة مع احتمال سقوط أمطار. إيه الخلل اللي موجود هنا؟ إزاي موجة حارة وسقوط أمطار؟ إزاي موجة حارة وسقوط أمطار؟ يعني دايما بيبقى في الشتاء مثلا أمطار. بالظبط كده، فده بيدل على عدم التوازن البيئي والأيكولوجي اللي موجود، وده ناتج للتغيرات المناخية اللي سببها الاحتباس الحراري اللي فوق معدلاته الطبيعية. ده حتى برضو أنت ممكن تسمع عن فواكه وخضروات بتبقى غير يعني بتنبت في غير موسمها. برضو اختلال البيئه. اختلال البيئه مش كده؟ او اللجوء للوسائل الاخرى عشان اطلع موسم في غير ميعاده، اللي هي الصوب الزراعيه. ما هو الصوب الزراعيه ديت هي فكرتها الاحتباس الحراري. ايه بقى؟ هي ما هو الصوب الزراعيه انا عملت كده قفلت على المنتج بتاعي عشان اوفر له درجه حراره اعلى ينمو فيها. انا عندي منتج بيحتاج درجه حراره اعلى، او منتج بيحتاج درجه حراره اقل، فانا بتحكم في الظروف المناخيه من خلال الصوب الزراعيه. تمام، بس انا دلوقتي اصبحت في كارثه اكبر، ان بقى في تغيرات مناخيه مؤثره على كل المحاصيل الزراعيه اللي هي بتحتاج درجه حراره اقل. طب درجه حراره عاليه باظت المحصول الزراعي. تاني عندي تغيرات مناخيه، درجه حراره عاليه عندي انهار جفت. تمام، درجه حراره عاليه عندي القطب الشمالي جليد، في ذوبان،
الميه خرجت من القطب الشمالي، راحت محيطات، راحت بحار، ارتفعت عن منسوبها الطبيعي، ادى الى فيضانات. عندي ارتفاع في درجه الحراره، عندي مستويات من الغابات، اشجار، خشب التحمت مع درجه الحراره، تفاعلت معها، الخشب سخن، عمل حرائق، الحرائق بدورها ادت الى ارتفاع درجه الحراره مره اخرى وتستمر الحرائق. بس يعني هل دكتور يوسف فعلا يعني ممكن نقول ان كل حاجة دي من تأثير الإنسان ولا برضو المؤثرات الطبيعية ليها دور؟ يعني مش عايزين نقول دي مؤامرة بقى الإنسان هو السبب ودول مثلا هي السبب تتدخل، بس أكيد في حاجات طبيعية برضه. ما هو أنت لما أنت الطبيعي ربنا خلقه فيه توازن أيكولوجي وبيئي. إيه اللي بيعمل خلل في التوازن الطبيعي؟ مش الطبيعة في حد ذاتها. التدخل البشري الصناعي هو اللي بيعمل خلل. التدخل البشري لو كان في نطاق حرب بيولوجية فبيعمل خلل. والحرب البيولوجيه ديت مجال واسع من الكلام عنها. في بدايه كورونا قلنا هي طبيعيه ولا حرب بيولوجيه؟ تمام. هل التغيرات المناخيه؟ اعتقد ان هي صعب نقول حرب بيولوجيه، لان في عوامل كتير انت عملت خلل في التوازن الطبيعي نتيجه التاثير البشري الخاطئ، نتيجه توجهاتك وسلوكاتك البشريه الخاطئه، ليس على السلوك الفردي ولكن على السلوك الجماعي العالمي. اهم حاجه دكتور يوسف احنا عندنا الحراره هتنخفض امتى؟ احنا عايزين نتعرف بقى على يعني مصر ازاي تتعرف على يعني وجودنا والناس تمشي في الشارع امتى وازاي؟ هل في انخفاض ولا برضه هتستمر الموجه الحاره دي؟ نأمل مع طبعا وجود دخول الخريف ودخول الشتاء ان انخفاض درجات الحراره، بس في الوقت الحالي طبعا احنا في موجه حاره نتيجه ان هو ده ظروف الصيف ومع بس طبعا الموجه حر كبيره جدا متاثره بالتغيرات العالميه. نرجع نقول موجه حر متطرفه. متطرفه. يعني فعلا يعني بتمنى يعني يبقى في اهتمام من الانسان زي ما قال الدكتور يوسف النهارده ضيفنا في صباحنا مصري بالتغيرات المناخيه ومحاوله عدم وجود تلوثات وابداء التلوثات الخاصه من الصناعه او وجود مصانع كبيره جدا وفي دول العالم، وهذه الملوثات التي تؤثر على البيئه مما يؤدي الى وجود كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون، وده بيؤثر على التغيرات المناخيه وبالتالي احنا بنحس بدرجه الحراره المرتفعه. نشكر ضيفنا اللي كان معنا النهارده استاذ الاعلام البيئي الدكتور يوسف محمد. شرفتنا دكتور يوسف. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا كثيرا.